هذا الأوقاتكم طلبة الأعزاء، طلبة الخامس الأدبي لمادة التاريخ الأوروبي والأمريكي. انتبه طلبتنا الأعزاء، احنا ما نزال في الفصل الأول اللي هو متخصص حول الثورة الفرنسية وحروب نابليون ومؤتمر فيينا. احنا تطرقنا بالدرس الماضي عن مقررات مؤتمر فيينا التي حدثت هذا المؤتمر، انه جلساته او انعقاد جلسات المؤتمر اثناء الاحداث والاوضاع اللي كانت داخل فرنسا، الا وهي باستراح ناخذها هروب نابليون من جزيره البا، هروب الملك لويس الثامن عشر. هاي الاحداث المهمه ادت انه ما يزال مؤتمر فيينا في حاله عفوا في حاله انعقاد، ما توقفت اعمال المؤتمر نهائيا. مؤتمر فيينا من ضمن المبادئ او المحورين الاساسيه اللي وضعها مؤتمر فيينا، الا وهي اللي سار عليها مؤتمر فيينا، ارساء قاعده التوازن، اي ارساء قاعده التوازن الدولي بعد في اوروبا بعد حروب نابليون والاحداث اللي حدثت، اي ارجاع مبدا القديم الى قدمه، اي ارجاع الدول مره اخرى الى قبل حروب نابليون. المبدا الثاني او المحور الثاني كان هو مقرار مبدا التعويض، ايضا ارجاع القديم الى قدمه، اي تعويض الدول الكبرى المنتصره على حروب نابليون. تم تعويض الدول الكبرى. الدول الكبرى المنتصرة اللي هي كل من بريطانيا، بروسيا، النمسا وروسيا، وحتى سويسرا اللي كان بدأ بها دمج سواها دولة اتحادية من تتألف من 22 مقاطعة. دمجوا بلجيكا، تم فصل النرويج عن الدنمارك وضمها إلى السويد بحجة أنه كانت هي ضد دخولها في الحلف ضد نابليون. هاي الأسباب كلها احنا ما يزال المؤتمر منعقد، وعرفنا انه المؤتمر نطم مجال الى الدول الكبرى او الدول الكبرى المنتصرة على حساب الدول الصغيرة. لكن اللي يهمنا ايضا في هذا الموضوع انه مؤتمر فيينا رائع على الصعيد الانساني، وام لم ينفذ مبدأ الغاء تجارة العبيد. اذا مؤتمر فيينا اقر إلغاء تجارة العبيد وإن لم ينفذ، فيعتبر هذا هو مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان. مؤتمر فيينا خشية من عدم تنفيذ مقرراته اللي احنا أخذناها أدى إلى تحالفات برام عدد الدول الأوروبية، تحالفات من ضمن هاي التحالفات المهمة الحلف المقدس والحلف الرباعي. الحلف الرباعي هو جاء تأكيدي إلى الحلف المقدس لسلام وأمان الدول الأوروبية، أضف إلى ذلك إلى سلام العوائل المالكة في أوروبا. لكل مؤتمر، لكل حدث إلى انتقادات، وجهت انتقادات إيجابية وانتقادات سلبية. الانتقادات الإيجابية حسب ما أخذناها إحنا بالدرس الماضي تطرقت إلى إنزال أقل الخسائر إلى فرنسا، نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين أوجدت حل المشاكل السياسة المشكلة البولندية. كيف حل مؤتمر فيينا مشكلة بولندا؟ مشكلة بولندا منذ القرن الثامن عشر كان يتصارعون عليها ثلاث دول كبرى، روسيا، نمسا، بروسيا. فبهالحالة مؤتمر فيينا أجا قسم بولندا إلى هذه الدول الثلاثة، بروسيا، النمسا، وبروسيا، كل واحد أخذ من عندها جزء من بولندا. النقطة الثالثة انه من قرارات مؤتمر تسوية القرارات مؤتمر فيينا، النقطة رقم ثلاثة المهمة انه هي اعتبار انه سلما ثابتا للدول الاوروبية على غرار ما حدث في حروب نابليون. نجي الى الانتقادات السلبية. الانتقادات السلبية لمؤتمر فيينا كثيرة، منها واحد حرب ضد الافكار الديمقراطية والحرة. اثنين اهملت مبدا او مبادئ الثوره الفرنسيه. النقطه رقم ثلاثه تجاهلت الروح الوطنيه التي كانت في كل من المانيا وهولندا اللي دمجوها مع بلجيكا. والنقطه الرابعه والمهمه ضحت بمصالح الدول المنتصره، الدول الصغيره على حساب الدول الكبيره، على اعتبار ان المقررات مؤتمر فيينا جاءت لتخدم مصالح الدول الكبيره المنتصره ضد نابليون على الدول الصغيره، اللي هي من الدول الصغيره هي كل من ايطاليا والدول الصغيره بولندا اللي تقسمت للمرة الرابعة، ودولة أخرى اللي هي كانت إسبانيا، جزيرة ترينداد أيضا خسرتها. فإذا المقررات جاءت ضد مصالح الدول الصغيرة. نبدأ اليوم درسنا بنتائج الثورة الفرنسية. نتائج
نتائج الثورة الفرنسية هي نتائج ما بعد حروب نابليون، هاي النتائج اللي هي ما بعد مقررات مؤتمر فيينا، هذه النتائج كلها تضرر بداخل فرنسا وعلى الصعيد خارج فرنسا. نتوجه الى هسه السبوره حتى نثبت انه شلون ما هي اصداء الثوره الفرنسيه داخل فرنسا وعالميا خارج فرنسا. نعم، نتائج الثوره الفرنسيه كانت للثوره الفرنسيه نتائج مهمه على الصعيد الفرنسي والاوروبي. راح نطرح سؤال، كيف تأتي هاي الفقرة بالامتحان؟ أما حقكم شكل عدد، إذا مو عدد حيخصص على الصعيد الفرنسي أو يريدها على الصعيد الأوروبي. ما هي نتائج فرنسا على الصعيد الفرنسي على سبيل المثال؟ هذا السؤال. نتائج الثورة الفرنسية في فرنسا وعلى صعيد فرنسا. أو يجينا سؤال، يأتي سؤال آخر، ما هي نتائج الفرنسا على تأثيراتها عالميا أو أوروبيا عالميا؟ فهما يجينا بشكل سؤال كامل أو يجي سؤال مقطع فرنسا خارج فرنسا. مهما نحن على صعيد فرنسا، فأهم تلك النتائج كانت هي كالآتي: 1- ترسيخ فكرة النظم الديمقراطية لحكم فرنسا. سؤال جواب: فعلى الرغم من عودة الملكية المستبدة لحكم فرنسا، فقد بقيت أصوات المثقفين تتعالى للمطالبة بالعودة إلى النظام الجمهوري، مبدأ الانتخاب الحر. احنا عرفنا بالدروس الماضية أن النظام الملكي رجع داخل فرنسا، بس ما يزال الوضع متوتر داخل فرنسا، لأن أكو فئة كبيرة من تأثرت بالأفكار الحرة، تأثرت بمبادئ الثورة الفرنسية، ما تزال تطالب بالنظام الجمهوري بالفكر الحر. إذا ما تزال الملكية غير مرغوب بهم، وخاصة من الطبقة المثقفة. مبدأ الانتخاب الحر الذي أقرته الثورة والدساتير التي شرعت، إذا ما تزال فرنسا، أصوات فرنسا من المثقفين، ما تزال تطالب بالعودة إلى النظام الجمهوري والفكر الحر والمبدأ الحر اللي أكدت الانتخاب الحر، اللي أكدت إلى دساتير الثورة. إذا هذا ما تزال. فإذا هنا أنا عندي تيارين ظهرت مرة ثانية: تيار الملكية اللي أقرت بموجب مؤتمر فيينا واللي رجعت، والتيار الآخر المقابل إلها تيار مثقفي اللي ما يزال هما في رغبة إلى عودة النظام الجمهوري بالحكم بالانتخابات الحرة حسب دساتير الثورة. نقطة رقم 2: تحجيم الدور الفرنسي في القارة الأوروبية وعودة فرنسا إلى حدودها الطبيعية التي كانت عليها قبل 1790، فرض غرامة حربية عليها والسيطرة على جزء من أراضيها. هنا أنا عندي كلمة تحجيم، كيف تم تحجيم دور فرنسا في القارة الأوروبية؟ الجواب راح يكون عودة فرنسا إلى حدودها الطبيعية لما قبل 1790، فرضت غرامة حربية كبيرة عليها، السيطرة على جزء من أراضيها، وهذا ما تطرقناه إحنا بالدرس السابق. بعد انعقاد معاهدة باريس الثانية اضطرت فرنسا تدفع غرامة وتعويض وأن تقبل ببقاء جيوش داخل فرنسا. هاي النقاط المهمة هي أدت إلى تحجيم دور فرنسا في القارة الأوروبية. إذا هنا من كلمة تحجيم، شنو يعني التحجيم؟ يعني أنا راح أقلص دور فرنسا بالقارة الأوروبية، يعني أحبسها داخل مكان حدودها قبل 1790، يعني ترجع إلى حدودها قبل عام 1790، أقلل دورها في القارة الأوروبية. استطاعت أن تقنع القوى الأوروبية الكبرى بسحب قواتها. فإذا هنا أكو عندي إجراء سريع، وهو أنه استطاعت فرنسا أن تقنع الدول الأوروبية الكبرى بسحب قواتها من أراضيها بعد 3 سنوات فقط، ودفعت الغرامة الحربية المترتبة عليها بسرعة. إذن تركنا 150,000 جندي أوروبي داخل فرنسا، فبعد 3 سنوات، استطاعت أن تسحب أو تقنع الدول الأوروبية بسحب القوات الموجودة عندها مع
دفع الغرامة. هاي النقطة الأساسية اللي هي ظهرت بموجب معاهدة باريس الثانية اللي تطرقنا إلها بالدرس الماضي. فإذا في هذه الحالة بعد ما تم تحجيم دور فرنسا في القارة الأوروبية، بعد ما أنه رجعوا حدودها إلى ما قبل 1790، فرنسا بدأت العمل الآن في الوقت الحالي أنه تعمل بشكل واحد. قنعت الدول الأوروبية بسحب القوات تنفيذ بنود معاهدة باريس. هي نفذت معاهدة باريس، تردون جيوش جيبوا جيوش، تردون غرامة هاكم الغرامة، بس أقنعت الدول الأوروبية بسحب هذه الجيوش من فرنسا مع دفع الغرامة. فإذا فرنسا داخليا بسرعة كبيرة، فإذا فرنسا هسه بدأت تنفذ بنود معاهدة باريس الثانية. نقطة رقم 3، أما من الناحية الاقتصادية بقيت أساليب الإنتاج الزراعي في فرنسا دون تطور إلى ما بعد 1815، يعني إلى ما بعد عقد مؤتمر فيينا. تدهورت التجارة إلى حد ما، تجارة الطبقة الوسطى إلى حد ما، ولم تتطور الصناعة الآلية فيها إلا بعد عام 1830، مما أدى إلى بقاء معدلات البطالة عالية فيها. إذا بالامتحان سؤال يطرح علينا وهو بقاء معدلات البطالة عالية في فرنسا، راح نرجع خطوة أنه من الناحية الاقتصادية بقيت أساليب الإنتاج الزراعي دون تطور، بقيت التجارة الطبقة الوسطى، وعندنا الصناعة، تدهور تجارة الطبقة الوسطى، أضف إلى ذلك أنه ولم تطور الصناعة. كل هاي الآلية، كل هاي الأسباب أدت إلى ظهور البطالة في فرنسا. فإذا النقاط الثلاثة المهمة عندنا على صعيد فرنسا نحاول نعيدها مرة ثانية بشكل سريع، ألا وهي ترسيخ فكرة النظم الديمقراطية لحكم فرنسا. فعلى الرغم من عودة الملكية المستبدة لحكم فرنسا، بقيت أصوات المثقفين ما تزال ترغب بنظام جمهوري انتخاب حر حسب دساتير الثورة. نقطة رقم 2، تحجيم دور فرنسا في القارة الأوروبية، وذلك بأنه بإبقاء جيش أوروبي داخل فرنسا وإرجاع حدود فرنسا إلى قبل عام 1790، قامت الحكومة الفرنسية بهذا الوقت سحب أو إقناع الدول الأوروبية بسحب الجيوش ودفع الغرامة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى رقم 3، بقت الحالة الاقتصادية لفرنسا من حيث الجانب الزراعي لا يوجد أي تطور، تخلف تجارة الطبقة الوسطى. ونقطة رقم 3، ما حدوث أي تطور من حيث الإنتاج الصناعي الآلي، مما أدى إلى ظهور البطالة. هذه النقاط الثلاثة المجتمعة في داخل فرنسا. الآن نتوجه على آثار الثورة الفرنسية وين؟ عالمياً، أوروبياً وعالمياً. نركز هنا، طبعاً الصورة الموجودة أمامنا، هاي الصورة الموجودة، هذه معركة واترلو. معركة واترلو عام 1815 هي المعركة اللي أدت إلى اندحار نابليون وبث ثم نفيه إلى جزيرة سانت هيلانا. صورة واضحة لمعركة واترلو إلى بقى بها عام 1821، هنا توفي في جزيرة سانت هيلانا. نيجي إلى هسه الآن نبدأ بنتائج الثورة الفرنسية أوروبيا وعالميا. كان من أهم النتائج الثورة الفرنسية، احنا أخذنا بالفصل الأول، مقدمة الفصل الأول، أن مبادئ الثورة الفرنسية لاقت صداها مو فقط في فرنسا وإنما حتى خارج فرنسا. فإذا تأثير الثورة الفرنسية أيضا خارج فرنسا بأخص مبادئها، حقوق الإنسان، حرية، إخاء، مساواة. إذا احنا عندنا معلومة مسبقا أن الدول الأوروبية المجاورة إلى فرنسا تأثرت بمبادئ الثورة الفرنسية، احنا عندنا معلومة مسبقا بها. نشر وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي نادت بها الثورة منذ أيامها الأولى، وشملت الحريات الأساسية للإنسان وصيانة كرامته. صيانة كرامته هي حرية الرأي، العقيدة، حريات العمل، التملك والسكن. هذه المبادئ أصبحت تشكل جزءا أساسيا من دساتير الدول الأوروبية والعالمية. عدها مرة ثانية، الحريات الأساسية اللي أكدت عليها مبدأ الثورة الفرنسية هي للإنسان، صيانة كرامة الإنسان، حرية الرأي والعقيدة، حرية العمل والتملك والسكن. هاي المبادئ كلها أكدت عليها الثورة الفرنسية، انتشرت صداها وين؟ على الدول الأوروبية.
اللي ضمنت جزء من حياتهم، جزء من دساتيرهم أصبحت. وبعد ذلك تضمنها ميثاق الأمم المتحدة أيضا. إذن مبدأ حقوق الإنسان، هلا نرجع ذاكرتنا أنه أول من أرسى مبدأ حقوق الإنسان ترى الثورة الفرنسية، مبادئ الثورة الفرنسية هي لحقوق الإنسان، فأصبحت ضمن دساتير الدول الأخرى، تضمنتها فيما بعد كالآتي أنه ميثاق الأمم المتحدة. باء، أدت الثورة الفرنسية والحروب النابليونية إلى إشغال القارة الأوروبية لأمد طويل بحروب وتحالفات تسببت في هدر كبير في الثروات وسقوط أعداد كبيرة من القتلى في جميع الدول الأوروبية من جميع دول أوروبية، مما أدى إلى عقد مؤتمر فيينا الذي عاد مبدأ القديم إلى قدمه والمحافظة على السلم الأوروبي الذي تزعمه وزير خارجية النمسا مترنيخ. وزير خارجية النمسا مترنيخ من خلال عقد المؤتمرات الدولية بصورة منتظمة للحفاظ على ذلك السلم والتوازن الدولي. نقطة رقم 2، كأنما يراجعنا الفصل الأول كله، الانشغال القارة الأوروبية بحروب نابليون وحدوث كثير من تحالفات وهدر كثير بالثروات وإضافة إلى سقوط عدد من القتلى. على هذا الأساس ظهر مؤتمر فيينا. مؤتمر فيينا هو إرجاع القديم إلى قدمه ومحافظة على السلم الأوروبي اللي أكد عليه الرئيس اللي عممه رئيس وزراء النمسا مترنيخ. مترنيخ من خلال عقد مؤتمرات دولية بصورة منتظمة للحفاظ على ذلك السلم والتوازن الدولي، على اعتبار أن السلم والتوازن الدولي صار بخلل، حدث بخلل أثناء حروب نابليون. نقطة رقم 3، أدت قرارات مؤتمر فيينا إلى نمو الروح الوطنية والقومية في الدول الأوروبية بقيادة فرنسا للتخلص من تلك القرارات. مؤتمر فيينا وقراراته أكدنا أنه هي خدمة مصالح الدول الكبرى على حساب الدول الصغيرة. قسمت الدول 4 مرات من ضمنها بولندا. هذه المقررات خلقت روح وطنية لدى الشعوب الأوروبية وخاصة فرنسا، حتى شنو؟ حتى ينهون هذه المقررات أو إلغاء مقررات مؤتمر فيينا. فنشبت ثورات عام 1830 وعام 1848 شغلت القارة الأوروبية لعقدين من الزمن. عندي سؤال هنا، نشوف ثورات عام 1830 وعام 1848 شغلت القارة الأوروبية بعقدين من الزمن، وذلك حيكون الجواب أنه مقررات مؤتمر فيينا أدت إلى نمو الروح الوطنية والقومية لدى منه؟ لدى شعوب أوروبا وخاصة فرنسا بالتحديد، فرنسا للتخلص من تلك القرارات، فأدى إلى ظهور هذه الثورات من عام 1830 إلى عام 1848 التي شغلت القارة الأوروبية لعقدين من الزمن. هنا نختم الفصل الأول من حرب نابليون أو الثورة الفرنسية. عرفنا أسبابها، الثورة الفرنسية عرفنا شنو أسبابها، عرفنا نتائجها، عرفنا مقررات مؤتمر فيينا، واكبنا التحالفات الستة، واكبنا التحالفات الستة اللي هي أنهت بها نابليون نهاية كاملة في معركة واترلو، وروينا لكم هي صورة معركة واترلو. إذا الفصل الأول نهايته كانت إنه الثورة الفرنسية حاولت بدت انه تنتشر افكارها الى كل كافه القاره الاوروبيه وتاثر بها الدول الاوروبيه المحيطه، منها لاقرار حقوق الانسان نقطه رقم 1، مبادئ الثوره الفرنسيه في الدول الاوروبيه. على الرغم من فشل الثوره الفرنسيه، على الرغم عسكر، لكن من ناحيه اخرى لاحظنا انه الثوره الفرنسيه بالفعل لها نجحت اصدائها، نجحت افكارها في بقيه الدول الاوروبيه، في فرنسا فرنسا وانا مصداع حتى على الدول الاوروبيه المجاوره لفرنسا. ولاحظنا انه الشعب الفرنسي، بقيه الشعوب الاوروبيه بالاخص اللي كانت متضرره من مقررات مؤتمر فيينا، كانت راغبه بانهاء او الغاء هذه المقررات. فلهذا لانهاء الحكم المالكه اللي عندهم، لان احنا تطرقنا قبل قليل انه فرنسا بها اتجاهين، اتجاه ملكي رجع واتجاه اخر مثقف وضد الفكر الملكي. يعني عندنا اذا عندنا بالحاله بدا المقررات مؤتمر فيينا هي كانت بخدمه
عودة الملكية إلى فرنسا وكانت بخدمة الدول الكبيرة ضد الدول الصغيرة، مما أدى إلى نشوب ثورات استمرت لعقدين من الزمن، عام 1830 إلى حد عام 1848. ونتوجه إلى السبورة ونلاحظ معركة واترلو، المعركة الحاسمة في حياة نابليون اللي أدى بعد إلى نفيه إلى سانت هيلانا وتوفي في نفس المنطقة. إذا الثورة الفرنسية، إن الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية كان لها أصداء، الثورة الفرنسية كان لها أصداء على فرنسا نفسها، كمان على صعيد فرنسا وعلى الصعيد هنا عفوا على صعيد دول فرنسا على أوروبيا وعالميا. فإذا بهذه النقطة الأخيرة ختامنا، أكدنا أنه ختام الفصل الأول اللي واكبنا به الآتي، واكبنا به قيام أسباب قيام الثورة الفرنسية، واكبنا بأنه ظهور شخصيات ومثقفة أدت إلى أنه تتأكد على مبادئ الثورة الفرنسية، لاحظنا أن المبادئ الثورة الفرنسية انتشرت صداها على كافة دول أوروبا، لاحظنا أنه الملكية انتهت، إجت شخصية أخرى هي شخصية نابليون بونابرت. نابليون بونابرت بدأ يحكم الشعب، وكان يتمنون الشعب بعودة نابليون بعد ما شافوا الويلات من عودة الملكية وعودة لويس الثامن عشر، من عودة العلم وعودة بعض الوزراء. أضف إلى ذلك أنه الملكية رفضت جميع الإصلاحات اللي قدموها مجموعة الوزراء المصلحين لديها. خاض نابليون عدة حروب، واجه عدة تحالفات، كان آخرها هو التحالف الأوروبي السادس اللي أنهى بحكم نابليون أو نفوذ نابليون في فرنسا، أدى إلى نفيه إلى جزيرة إلبا. ثم بعد ما سمع أن الأوضاع داخل فرنسا أصبحت أوضاع متوترة يسودها التوتر والإرباك ورغبة الشعب بعودة نابليون، بالفعل عاد نابليون. ملاحظة مهمة بين نفيه جزيرة إلبا، من نفيه من جزيرة إلبا، من نفي إلى جزيرة إلبا إلى معركة واترلو، هاي المدة احنا نسميها فترة المئة يوم. هاي الفترة المئة يوم هي فترة بداية سقوط نابليون. رغم ذلك أن الدول، رغم طالب من الدول الأوروبية بمساعدته أو كذا، لكن الدول الأوروبية كانت حازمة في قرارها، أدت إلى إنهاء حكم نابليون ونفيه مرة ثانية واندحاره في معركة واترلو، وعقد معاهدة باريس الثانية. معاهدة باريس الثانية كانت لخدمة الحكم. ننتبه هنا ملاحظة عندنا أنه معاهدة باريس الثانية أعطتها الدول التحالف مع فرنسا، بها كان دفع غرامة، تدفع تعويض، إضافة إلى ذلك أنه بقى 150 ألف جندي أوروبي داخل فرنسا. كان حلم فرنسا أنه من قرينا بعدين قبل شوية، كان حلم فرنسا أنه يتحقق مبادئ معاهدة باريس الثانية، وهي إقناع الدول الأوروبية بسحب الجيوش وتدفع الغرامات. مؤتمر ونجحت في ذلك، نجحت في ذلك أنه سحب الجيوش وتدفع الغرامات. لاحظنا أنه أثناء هاي الأحداث كلها، من هروب نابليون إلى هروب الملك، انعقد مؤتمر فيينا، والمؤتمر فيينا كان له ايضا صدى، وكان له ايجابياته وكان له سلبياته. مؤتمر فيينا اثناء هاي الاحداث كلها هو ينعقد، الغايه من عنده ارجاع التوازن الدولي، ارساء التوازن الدولي ومبدا التعويض للدول التي الكبيره التي تضررت من خلال حروب نابليون. فعوضت الدول الكبرى المعروفه اللي هي بريطانيا، روسيا، بروسيا، النمسا، ايضا حتى سويسرا، وايضا عوضت الدول تعويضات اما اقاليم او دول. لكن لا ننسى أن مؤتمر فيينا كان إلى دور على الصعيد الإنساني. نحاول الآن حنطلع الخريطة، خريطة الوحدات السياسية في أوروبا حسب مقررات مؤتمر فيينا. فرنسا حياتها، هذه فرنسا، روسيا، دنمارك، بريطانيا، النرويج، السويد، الدول الكبرى اللي استفادت من مقررات مؤتمر فيينا هي روسيا وبروسيا وبريطانيا، هذه بريطانيا والنمسا. هاي الدول الأربعة الكبرى هي التي كانت منتصرة في حروب نابليون حسب ما موجود عندنا الخريطة. إذا في هذه الحالة موضوع الفصل الأول ما يخص حروب نتائج الثورة الفرنسية ونتائجها وحروب نابليون ومقررات مؤتمر فيينا أصبحت بشكل الآن بشكل واضح لدينا أن الثورة الفرنسية كان لها صداها فرنسيا وكان صداها أوروبيا وعالميا. وبهذا نختم إياكم الفصل الأول ونختم إياكم درسنا لهذا اليوم.
Thank you.